أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, mekanların en güzeli, şereflilerin en şereflisinin yanına gidiyoruz. Biz bu duayı esas oraya vardığımız zaman okuyacağız ama burada okuyalım, en azından oraya gittiğimizde yabancısı olmayalım. Şimdi değerli kardeşlerim, ben teker teker, kelime kelime okuyacağım. Siz de benimle beraber tekrar edin inşallah. Orada hem bu dualar hem bu efendim şeyler daha bize kolay olur. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidena ya Resulullah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلته الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين. الصلاة والسلام عليك يا من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات وأمهات المؤمنين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت ربك حتى أتاك
يقين. فصلى الله عليك كثيرا، أفتل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أجزعنا نبينا، أفتل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والحمد لله رب العالمين. وإن أوصاه أحد بالسلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان، يعني burada diyor ki eğer birisi size Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam söyleyin, siz de deyin ki falan kes oğlum falan kes size selam söylüyor, siz de ona selamını ulaştırın. Ondan sonra ardından Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yanına gidiyoruz. Esselamu aleyke ya halifete Resulillah Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyke ya men kale fi hakkike رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. السلام عليك يا صاحب رسول الله. وثاني اثنين إذ هما في الغار. السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسوله حتى تخلل بالعباء. جزاك الله عن أمتي رسول الله خير الجزاء. اللهم ارضى عنه وارفع درجته واكرم مقامه واجزل ثوابه بفضلك وكرمك، امين. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerin yanına gidiyoruz. Orada da bunu okuyoruz. السلام عليك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. السلام عليك يا من قال في حقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. وقال أيضاً
وما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. السلام عليك يا أبا الفقراء والضعفاء وأرامل والأيتام، جزاك الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. اللهم أرض عنه وارفع درجته وأكرم مقامه وأجزل ثوابه بفضلك وكرمك، آمين. Ondan sonra ardında kendi nefsimize dua ediyoruz ve Ravza-i Mutahhara'ya girdiğimizde de şu duayı okuyoruz değerli kardeşlerim. Allahümme inneke kulte ve kavlukel hak velev ennehum iz zalemu enfusehum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن جاءه في حياته. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجز السائلين وأكرم الأولين والآخرين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا، آمين وآمين وآمين. خوفنا واختم بصالحات أعمالنا وتقبل زيارتنا وردنا وغربتنا إلى أهلنا وأولادنا
سالمين غانمين، واجعلنا من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Evet değerli kardeşlerim, şimdi okuyacağımız dua, Baki kabristanına vardığımızda okuyacağımız dua. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Baki kabristanına vardığımda şu duayı okuyordu değerli kardeşlerim. ويقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الله رسول صلى الله عليه وسلم diyordu ki, hep beraber söylüyoruz. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. يغفر الله لنا يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتينا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. Ondan sonra İslam'ın üçüncü halifesi zalimler tarafında haksız bir şekilde efendim şehit edilerek onun yanına vardığımızda şu duayı okuyoruz. Esselamu aleyke ya zinnureyn Osman bin Affan. Esselamu aleyke يا ثالث يا ثالث الخلفاء الراشدين. السلام عليك يا مجزي مجهيزي يا مجهيز جيش العسرة بالنقد والعين، وجمع القرآن بين الدفتين. جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم أرضى عنه
وارفع درجته وأكرم مقامه وأجزل ثوابه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bu arada 3 kul huvallah yerine 13 kul huvallah okuyun diyeceğim. Çünkü 10 kul huvallah okuyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle kim 10 tane kul huvallah suresini okursa Allah ona cennete bir köşk yapar. O üçü de her namazda 3 kul huvallah, 3 kul avzu birebil felak, 3 kul avzu birebil nas her efendim ayetel kürsiden sonra okunur. Ben bunları da size 13 kul huvallah, 3 kul avzu birebil felak, kul avzu birebil nas surelerini okuyun ve bir de Fatiha okuyun değerli kardeşlerim. El Fatiha ma's salavat.